أستاذ، ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمال صعبة ويسأل هل له عذر في الإفطار، في إفطار رمضان مع الفدية أو الكفارة، مع أنه يقوم بالإسراف على والديه لا يعني لا يزيد عن 20 يوم فقط في هذا، طبعا في شهر كامل شغله، يعني معاش أستاذي في الشهر كامل ما بكفيهم 20 يوم مصروف. لا بيجوز يفطر من أجل الشغل. نعم، الله يجزيكم الخير أستاذي. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.